ولما نظر الحسين الى جمعهم كأنه الدليل رفع يديه في الدعاء وقال اللهم انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وانت لي في كل امر نزل به ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك رغبة مني اليك عمن سواك فكشفته وفرجته فانت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم علي وحتى اعتذر اليكم من مقدمي عليكم فان قبلتم عذري وصدقتم قولي واعطيتموني النفس من انفسكم كنتم بذلك اسعد ولم يكن لكم علي سبيل وان لم تقبلوا مني العود ولم تعطوا النفس من انفسكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فلما سمعنا النساء هذا من صحن وبكين وارتفعت اصواتهن فارسل اليهن اخاه العباس وابنه علي الاكبر وقال لهما سكتا فلعمري ليكثر بكاؤهن ولما سكتنا حمد الله وأثنى علي وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء